ايه، صباح الخير يا جماعة. طبعا من أمتع وأجمل الأنماط السياحية اللي ممكن بتتعمل في مدينة جميلة زي الغردقة أو ما شابهها، زي شرم الشيخ أو طابة أو نويبع أو دهب على سبيل المثال، هي رحلات السفاري اللي بتكون في الصحراء، اعتمادا طبعا إن المنطقة يعني ذات طبيعة صحراوية. بتكون سفاري بعربية جيب 4x4، وبيكون ليها أجزاء مختلفة في مجملها بتكون فيها درجة كبيرة جدا من المغامرة والاستمتاع، زائد ان احنا بنتعرف اكتر على الحياة البدوية اللي هم يعني السكان الاصليين للصحاري في المنطقة اللي احنا موجودين فيها. فان شاء الله هصحبكم النهاردة في رحلة شيقة، رحلة السفاري في مدينة الغردقة، وان شاء الله تتمتعوا بيها. شكرا.